طيب انا استغربت ان ازاي بنت تعمل في باباها كده. ما كانتش له الموتة دي ابدا، ما كانش له ان يتغدر بيه كده، ما كانش مربي حية ان هي تموته، ما كانش اني افعى ان هي تبخ سمها كده وتقتله. كان فني الالكترونيات اشرف سعيد البالغ من العمر 48 عاما معتدا على انهاء عمله في الورشة قبيل المغرب، ليعود في نهاية كل يوم إلى منزل عائلته في قرية أبو دشيشة بمحافظة الدقهلية المصرية. لكن في 19 من يناير لعام 2024 لم يعد للمنزل في موعده كما جرت العادة، الأمر الذي جعل والده وإخوته يشعرون بالقلق والارتياب. كان أشرف يقيم برفقة ابنته منى في شقة منفصلة، وعندما فشلت كل محاولات والده وإخوته في الاتصال به توجهوا على الفور إلى منزله، وهناك كانت تمكث منى برفقة ابنة عمها، ولم تبدو على منى أي أمارات تشير للقلق على الرغم من اختفاء والدها، بل على العكس تماما كانت الفتاة تتصرف بشكل طبيعي للغاية. أوضحت منى لأفراد أسرتها أن والدها وصله اتصال من أحد الزبائن بعد العودة إلى المنزل، وقد خرج مجددا لمساعدة ذلك الزبون في إصلاح تلفازه ولم يعد حتى الآن. لكن الوقت كان قد تأخر للغاية، وكان من المستحيل أن يكون أشرف لا يزال يصلح التلفاز طوال ذلك الوقت. ترى أين اختفى أشرف؟ وهل ستتمكن أسرته من العثور عليه قبل أن يصيبه مكروه ما؟ وما هو سر هدوء وبرودة منى في ظل كل تلك الأحداث؟ لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة تابع معنا هذه الحلقة من قناة وقائع حتى النهاية. في صباح اليوم التالي اتجهت عائلة أشرف لقسم الشرطة لتسجيل بلاغ اختفاء بعد أن مرت أكثر من 24 ساعة دون أن يظهر له أثر. وقد أعرب أفراد العائلة لرجال الشرطة عن شكوكهم حول تعرض أشرف للأذى، وذلك لأن المنزل كان في حالة فوضى غير طبيعية، فيما كانت ابنة الرجل تتصرف بغرابة ملحوظة. استفسر المحققون من أفراد الأسرة عن حياة أشرف بشكل عام وطبيعة علاقته بالأشخاص الآخرين المحيطين به وخصوصا ابنته، وقد علم المحققون أن أشرف كان شخصا مسالما للغاية ولم يكن له أي خلاف من أي نوع مع أحد. تزوج أشرف قبل 16 عاما تقريبا، وكانت نتيجة ذلك الزواج هي ابنته الوحيدة منى التي سرعان ما أصبحت تمثل العالم كله بالنسبة لوالدها، خصوصا بعد وفاة والدتها التي قضت نحبها عندما كانت منى تبلغ من العمر 13 عاما فقط. امتنع أشرف عن الزواج بعد وفاة زوجته وأم ابنته، وذلك بشكل رئيسي لأنه كان يرغب بتكريس كافة وقته للاعتناء بابنته ورعايتها، وكان يخشى أن تؤذيها زوجته أو أن تتسبب في مشاكل نفسية للفتاة الصغيرة. لكن أسرته ضغطت عليه وأقنعته في النهاية بالزواج. لم تستمر زيجة أشرف طويلا بعد أن ذهبت بعض المشاكل بين زوجته الجديدة وبين ابنته منى. ومنذ ذلك الحين أوضح أشرف لأسرته بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يريد أن يكرر تجربة الزواج من جديد، وأنه سيكرس ما تبقى من حياته لتربية ابنته وتنشئتها بطريقة جيدة. عندما كانت منى تبلغ من العمر 15 عاما فقط، تقدم أحمد الهلالي وهو صديق مقرب من أشرف لخطبة الفتاة الشابة لابنه محمد البالغ من العمر 16 عاما، لكن أشرف رفض ذلك الطلب رفضا قاطعا، وذلك نظرا لأن ابنته كانت لم تبلغ السن القانونية للزواج بعد. تسبب ذلك الرفض في خلاف كبير بين أشرف وصديقه المقرب أحمد الهلالي الذي كان مصرا على تزويج منى من ابنه محمد، نظرا لأنه كان يعلم جيدا أن الفتاة مدللة من والدها للغاية، وأن والدها لن يدخر جهدا في مساعدتها أو مساعدة زوجها في المستقبل، الأمر الذي دعا أحمد أن يشكو لوالد أشرف من رفض ابنه. كان أحمد صديق طفولة أشرف، وبطبيعة الحال فقد كان الرجل مقرب للغاية من عائلة أشرف، الأمر الذي مكنه من إقناع والد أشرف بالتدخل لحل الخلاف بين الصديقين. استطاع والد أشرف أن يحل الخلاف بينه وبين صديقه المقرب بعدما اتفق الجميع على أن يقوم محمد بخطبة منى في الوقت الحالي على أن يتم الزواج بعد 3 سنوات عندما تكون منى قد بلغت السن القانونية للزواج بحسب القانون المصري. نتيجة لذلك تم حل الخلاف بين الصديقين المقربين
وأصبح كل من محمد ومنى مرتبطين ببعضهما بشكل رسمي، وسرعان ما توطدت علاقتهما ووقع كل منهما في غرام الآخر، وأصبح لا يطيقان صبرا على الزواج. طلب محمد من أشرف أن يعجل بأمر الزواج على عكس اتفاقهما، وقد برر الشاب موقفه الجديد أنه أغرم بمنى ولم يكن يستطيع أن يصبر على إتمام الزواج منها. وقد دعمت منى موقف خطيبها أمام والدها، لكن أشرف رفض ذلك الطلب بشكل قاطع وتمسك بالاتفاق الأصلي على الرغم من إلحاح ابنته وإصرارها. لم تكن المرة الوحيدة التي يحاول فيها محمد وخطيبته تعجيل الزواج، لكن في كل مرة كانت آمالهم تصطدم برفض أشرف القاطع الذي لم يكن يريد أن يخالف القانون. وقد شرح لهما أكثر من مرة أن تزويج الفتاة قبل بلوغها السن القانونية هو أمر ذو عواقب وخيمة، حيث إنه في حال الإنجاب سيستحيل عليهما تسجيل المولود ببيانات حقيقية، وفي حالات الخلاف لن يكون هناك ما يضمن حقوق منى، إذ أنها لا تعد متزوجة في نظر القانون. كان رجال الشرطة لا يدخرون أي جهد في البحث عن أشرف في كافة الأرجاء، عندما وصلهم اتصال هاتفي من أحد المزارعين الذي وجد جسدا يطفو على ترعة زراعية بالقرب من أرضه. وعندما اقترب الرجل من ذلك الجسد الغريب اتضح له أنه جثة بشرية. انتشر الخبر في القرية كالنار في الهشيم، وسرعان ما هرع أفراد أسرة أشرف إلى موقع العثور على الجثة، لكن رجال الشرطة الذين كانوا قد فرضوا طوقا أمنيا على المكان بالفعل منعوهم من الاقتراب والتحقق من هوية الجثة. كانت الجثة ملفوفة بملاية سرير ومربوطة بعدة حبال، وقد لاحظت شقيقة أشرف التي كانت متواجدة في مسرح الحادث عند انتشال الجثة أنها قد رأت ذلك الغطاء من قبل. تم إرسال الجثة إلى المعمل الجنائي ليتم تشريحها، وسرعان ما أكد المعمل الجنائي أن الجثة المشوهة التي تم العثور عليها في الترعة تعود لأشرف، الأمر الذي جعل رجال الشرطة يستدعون أفراد أسرته للتحقيق معهم من جديد. أوضح تقرير المعمل الجنائي أن أشرف فقد حياته جراء تعرضه للضرب بقضيب حديدي ثقيل على رأسه، مما أدى إلى تهشم وجه الضحية وتشوه جثته بشكل ملحوظ. وقد أشار التقرير أيضا إلى أن أشرف تلقى عددا من الطعنات في صدره وبطنه، مما يوحي بأن الجاني كان يريد أن يتأكد من وفاة ضحيته. لم يحظ المحققون بالكثير من المعلومات الجديدة من خلال استجواب أفراد عائلة أشرف والمقربين منه من جديد، إلى أن إحدى شقيقات الضحية كشفت عن مفاجأة كان من شأنها حلحلة تلك القضية في النهاية. خلوهم يشكوا في الموضوع. لما خدوا الملاية وراحوا هناك المركز، أخته كانت في المركز، لما شافت الملاية قالت لهم ديت الملاية دي بتاعت أخويا. جم هنا يدوروا لقوا نفس الملاية أختها بالظبط هنا في قلب الدولاب. أشارت شقيقة أشرف أيضا إلى تصرفات منى الغريبة والمريبة في اليوم الذي اختفى فيه والدها، حيث إنها لاحظت في تلك الليلة أن شقة شقيقها كانت في حالة من الفوضى. وعندما سألت منى عن ذلك أجابتها الشابة بغير اهتمام أنها لم تنظف المنزل منذ عدة أيام، لكن العمة لم تقتنع بتلك الإجابة. نظرا لذلك قرر المحققون استجواب كل من منى وخطيبها محمد على حدة، خصوصا بعدما علموا أن محمد الذي يعمل كسائق توك توك كان هو من يقود حماه للعمل في كل صباح. تم استجواب محمد تحت الضغط، وسرعان ما انهار الشاب ذو 19 عاما واعترف بدوره في الجريمة قبل أن يفجر مفاجأة أدهشت المحققين وأصابتهم بالذهول. أوضح محمد في اعترافاته أن سر خلافه مع حماه يعود لعدم رغبة الأخير في التعجيل من زواجه بابنته. وقد حاول محمد أكثر من مرة إثناء أشرف عن إصراره عن ذلك، لكن أشرف لم يقتنع أبدا بذلك الطرح وأصر على موقفه. على إثر ذلك اقترح محمد على منى بأن يهرب سويا ويتزوج في مكان بعيد عن القرية التي كان يعيشان بها ليضع أشرف أمام الأمر الواقع، لكن منى
رفضت تلك الفكرة لأنها في هذه الحالة كانت ستخسر الشقة التي كتبها والدها باسمها في حال وفاته، كما ستخسر أيضا أموال أبيها وكل تلك الأجهزة الكهربائية التي اشتراها والدها ليساعدها وخطيبها على نفقات الزواج البائضة. لذلك اقترحت منى على محمد أن يتخلص من أشرف الذي كان يعوق مشروع زواجهما ويظفر بالشقة والمال والأجهزة في الوقت ذاته، ولن يتمكن من تحقيق ذلك إلا من خلال إنهاء حياته. وضعت منى مع محمد خططا محكمة للتخلص من أشرف، وقد استغل محمد أن أشرف يستعين به للذهاب إلى عمله بشكل يومي ليغدر بالأخير. في يوم وقوع الجريمة تواصل أشرف مع محمد هاتفيا في الصباح الباكر ليصحبه إلى العمل كما جرت العادة، لكن محمد أخبره أنه كان يعاني من مشكلة ميكانيكية مع التوك توك، وطلب من أشرف أن يوافيه إلى المخزن الذي كان يقف التوك توك فيه. لم يكن أشرف يعلم أن زوج ابنته المستقبلي كان يدبر له مكيدة في ذلك المخزن، وسار الرجل بقدميه إلى حتفه. فور دخول أشرف إلى المنزل باغته محمد بضربة على رأسه بواسطة قضيب حديدي، وانهال عليه بالضرب حتى سقط الرجل على الأرض. وبعد أن سقط أشرف مغشيا عليه، ركض محمد وأحضر سكينا وقام بطعن أشرف عدة طعنات في صدره وبطنه ليضمن بأن روحه قد فارقت الحياة. بعد ذلك اتصل محمد بمنى وأخبرها أنه أتم عمله بنجاح، فأحضرت الفتاة الشابة ملاءة السرير وبعض الحبال، وقد أشار محمد في اعترافاته إلى أن منى استلت السكين وطعنت والدها في صدره وهي في حالة من الانتشاء والسعادة. على ضوء اعترافات محمد تم إلقاء القبض على منى التي لم تملك بدا سوى الاعتراف بدورها في الجريمة. أيضا تمت إعانة كل من محمد ومنى إلى المحاكمة، ولا تزال إجراءات المحاكمة جارية حتى وقت تصوير هذا الفيديو. لكن في حال الإدانة فإن الشابين مهددين بتلقي حكم بالإعدام شنقا. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.